أمان يلا يا حبيبتي. ولو خلينا نعطيها بعد شوية وقت. وياريت بس صار لازم نمشي وإلا ما بحياتنا بنقطع على الحدود. على كل حال ما حينقصنا بحر بلبنان. زلمي وين الموعد؟ هو قال لي نحكي أول ما نقطع. لقداش بعد بدنا لنوصل؟ حسب العجلة. ما فينا ناخد طريق البحرية؟ إيه يلا أحلى. بأمركم يا جماعة. أمول رح تشتاقي لمدرستك حبيبتي. فشل هلكوني بالمدرسة، كان بدها بعد عطلة. شو عم بيعملوا هون؟ ما بعرف نبيل، قرب قرب. وقفي وطن. زلمس يا عطيني وراك يا زلمس. عراسي سيدنا بس بدك لا تغزني، ما معي غير الجواز الأجنبي. إذا بدك فينا نثبت على جنب مش مشكلة أبدا. ليلى اسمعيني منيح، طلبوا وراي على المركز، روحوا وما تضيعوا الموعد. وانت حكيني اول ما فيك. بحبكم. بعدني متذكرة بعتنا بسوريا. كنا عايشين مقابل البحر، الحديقة اللي بقى في البيت كانت كتير كبيرة وحلوة. كنا قلنا عنا غابة. كيفك أمل؟ هاي ماما. جرى ولو اللاجئات السوريات يعانين أزمات إنسانية حادة، والأمم المتحدة تتحدث عن أكثر من 105. أمل رحت على الـNGO اليوم.
قالت لي إنه ما عاد عندهم مصادر كفاية ليفتشوا على المفقودين من أكثر من سنتين. بس بدي إياكي تعرفي إنه ما رح وقف فتش على بيك. بس لأقدر لاقيه لازم أرجع على سوريا. بهالوقت بدي إياك تسمعيني كتير منيح. رح أبعدك على أوروبا أحسن لك.